المنافع، لكن امتى هو كفايه موحد هب كام ولا نبيع كونتيتي كل يوم من 40 50 إيترا، ربيع متواصل حتى لأكتوبر، في نوفمبر تبرد الدنيا، فهمني؟ الناس تحب حاجة سخونة تاكلها واللاجم بارد، فهمت؟ ما يساعدهمش. اختيار من الأول من قبل ما يحجم يختار نخلة خشينة عريضة عمرها كبير باش يصور جغمة لاجمة سمحة وباش يصور كمية لاجمة سمحة. أما لاجمة صيف عندها طريقة خاصة ومن جماشي اللي يجي، لأن صيف حساس بحكم سخانة وتمبيراتير مرتفعة ياسر ياسر ياسر، وهو حساس حد ما يلقى سخانة اللي كان انت تفسح له المجال يولي يفسد اللاجم يتقلب للخلق.